كافانكاتر تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. احنا اليوم في الدار البيضاء، معرض الدار البيضاء الفا اللي هو اكسبو فواتور، اي عرض السيارات القديمه، ماشي القديمه مفهوم ديك القديم، لان كنعرفوا كما سبق الذكر بان هناك ارتفاع من بعد الحرب الاوكرانيه ومن بعد هذا ارتفاع لوكو ديال السيارات الجديده، مما كيدفع هذا الاكسبو الثاني ديالهم، وهذا باش يعرضوا السيارات اللي ماشي قديمه. هناك سيارات اللي هي شبه جديده، سيارات كاين هناك بعض السيارات اللي هي فاخره، كاين في هذا المعرض كذلك لي زاسورونس، كاين بزاف ديال لي زاسورونس، كاين بزاف ديال البنكات، كاين انارسا. اذا كيقول لك جي على رجليك وسير راكب، معناه ان ملي كتجي هنايا كتجيب غير الاوراق ديالك، كتاخذ الطوموبيله، تقدر تاخذ الكريدي من لي بنك، تقدر تاخذ لاسيرونس سور بلاس، كاين حتى انارسا اللي كدير دير البيع ديال السيارات، ديك داك اللوجيسيال ديال البيع ديال السيارات. فوالا هذا هو ليكسباس ديكسبوزيسيون اللي هضرنا عليه، هي لي فواتور توت كاتيغوري. الى شفتوا هنايا غادي تلقاو السيارات المتوسطه، كاين السيارات الكبيره، كاين السيارات العائليه، يا ميم لي فواتور بروفيسيونيل. ملي كنقولوا لي فواتور بروفيسيونيل، لي فواتور اللي كيتحتاجوا في الخدمه، بحال لي داك لي فواتور اللي كيكونوا شويه ديال الخدمه، هو كلشي كيعرفهم. ها الى شفتهم لهاد الجهه هادي ولا درتهم لهاد الجهه، ويمكننا نركزوا على واحد النقطه، هي لي فواتور دو لوكس حتى هما راه كاينين وموجودين. زعما اللي كيفتش على اون فواتور دو لوكس راه كاينين، ماشي يسمع سيارات المستعمله غادي يقول بان كاينين غير السيارات الصغيره والمتوسطه، راه كاين السيارات الكبيره والسيارات دو لوكس. وبالنسبه للمعرض تاع اليوم عرف اقبال لا باس به من الزوار، وبالنسبه للتريتمون ديالنا كيجي عندنا الزبون كيشوف الطوموبيل اللي عجباتو، كيعطينا الفيش تكنيك ديالها باش نعرفوا لو بري ولا دات دو ميزون سيركيلاسيون ديال لا فواتور، ومن بعد كنعطيو اون سيميلاسيون اللي كيكون فيها داكشي موان شير كو لي كونكورون، وكنعطيوه الوثائق اللي خصو يجيب لينا، وكندوزو ليه الدوسي وكياخذ لا فواتور ديالو.